بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يمعتبك يلا فعل سنيه يلي نبيل عليه الصلاة والسلام سلتك نغينا يلا كالو بتنكاه السرنيك مدلو يلي مسلمين كنه يمركا. أفلا يتدبرون القرآن، قرآن محب سانا، قرآن كن الدمر سامت ممر تمانا، قرآن سنك قواسامك مواسم تانا، قرآن محب سانا، قرآن الكسقية يمرمتك كانا إسن نعمك مرور التانا سين همم أيال يدلك أكبر دعسين كك مبر التانا نكي رب سبحانه وتعالى. أما قرآن تقحتك يلي يا باي إتا عكاه إتا قوتي أكيه يا أيابا دائما كل كل أرسور الدرسور تتعيك كماتي أيابا كيتا سدايا بهن. ولو كان من عند غير الله أما يب يلا كله مريه كري كماتي أبتك وكا أو يلا اللي غير مريه بدل متأكي ملي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تتوايد دقي أختنيني. كما تعرفون يميم عطوب كيو أتيب تحت أيب صدمري مويتما بنازم كاي كيب أكل أكل أبتي أبكي غير أبتي تاي أبكي دم أبتي أبكاد ولن مكهز إسدا كما تميا يلي يبون اللي يبهن. يلي سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمر عباده بتدبر القرآن كله إن كيان قرآن حب ساه كس اللي جاه يمرا قرآن كان أرجنها محكم كمتشابه كنه محكم ككيانما من قوم يفهمينه إن قرآناي وقرآنك مفهوم معنى الجداي كس اللي جاي العمل بهدايات القرآن اللي تامتانا فردينتا متشابه تقحتكي ومحكم فنحكاق حسانه وأن الكيات دا يارجون دودانه رب سبحانه وتعالى. توعدي قال الإمام الأجوري رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله يلي سيني رحمتك يلي هنا عوسي متبلانا إلى مولاكم الكريم سين ربي سين مراعي سين جنيه الربي سين يرزقه الربي سينه معم معه النبي معه كتاب سين لو بسه الرب حين دم جهن هي متبلانا كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه إسي قرآن اللي حب سيانا ملكم فرسيسه السيسم متبلانا. ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل يلي هي بحب سه النمو اللي فردين تهتن النل قرآن اللي يهن إن الحب سه النمو عرف الله يلا يا رجل هرب يلي اصلا يلي ضد يلي نبنا يلي من اليمن نهرك الحي القيوم كنمكاه يعترفه. ثم يلي يدككي وعرف عظيم سلطانه وقدرته يلي نبنا يلي دعت حيلا يلي ريدا حق سنه تريدا يا كومان انقبت له الرب كنم كاي حدكاه يادغي. فان اعظم ما اجتمع عليه القران قران ادلتني تنيمك فل لمي هو معرفة الله عز وجل يلا يا رجيني مي قرآن الدل أما تيمك إن كي دقر عتما يلا هم إدقا يلا كأكبر تانا يلا هي أبا تو عدي ما عتوبك يلا يلا هنا عوسما نن التارجي قرآن لا معرفة أسمائه يلا هم قاعد تيا رجيني الحسنى معانت حدوق فتهت أم قاعد تيا الله أكاك إلا دا بنتي إلا تنم يلا سب مقاعد لين القرآن أي وهل لي عرجن. نعم وصفاته العلى يلي كد ويلو لاي نونكا اللي هدنقل واهي يسيد حق لهي قرآنك أكبر تانم. نعم وتوحيده يلي هم كتينو كال لنك التوسان انفردين تم كاتسقل لوا انفردين تم يلي انكنا هقل ملي جنوت ملي ربط عدامة ملي وقسامة ملي يخلو قيمة ملي يرزو قيمة ملي هبلطهم تي أقليت سنه يا ربي كنم سلاس معنى سديحة توحيد التوحيد الربوبية الله بن الله يا رجيني ولهية التوحيد يلي جنو أبها تهتم يلا دحق للسماي يلي معيلو لكي يلي معي قاعدت يلا دبو سانا ماي كاه يكيلني كاه قلانم. كما أثبت لنفسه ورسوله إسك
كيف رموت كاه اللي دبع سهتن إن الكاه يا دجينم أكبر تانه اللي ثن القرآن وعرف عظيم تفضله على المؤمنين يلي قرآن يلي هو لولا كم قاعد تك قدرة كد الدكاه يا دجه يمري يلي مؤمنين هبه عن حندا أول المسلمين كنا باي نبي محمد هم تكنا باي وهو قد دل كاد وفرح الدو يقك يالونا الدين كتو يا دجه مرا يلي فوحل 24 ساعة كون وقت الصلاة الصلاة يمرا يسني بول المركين مسك ريق قاي يلي ضد لربك ان مسني كاك ريق هني يلي فوح الصلاة وعدي يلا يا دغيني يلي كان بها حندا مؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته يلي يسن عسله ين فرض عبادك ان كنتو سانه ممي فالامور التي اشتملت على اشتمل عليها القران قران امغدا كاي ادل يبره نمي من ادلا قران ان كيني غده لغا حماسي دي حماهين علماء الأمر الأول التعريف بالرب المعبود حق يعبدينه من الرب مما دغلتن القرآن وأسمائه وصفاته وأفعاله كه يلا اللي أدغينم القرآن فانقحته توعدي التي تقبل حتى تقبل القلوب إليه تعظيما بنا إسلام سرق حبرت إسلام هنا يا مري يعند ينبي لبوي سيوي كن سرق حبر يلي هنا بنا يادغو يلي حد يادغو يلا يكحنونه ورجاء لما عنده يلي قرلتني من سنجيلونه وخوفا من عقابه يلي دقالك ميسيتونه وهلتني القرآن يمعتوه بكوي كما نعرف بعد شهر تقريبا رمضان يماتيه معتوه بكوي قرآن الأوكاك سن أقوقسك سقوية تكيهاي قرآن اللابد رمضان تقاحتك رمضان قرآن لسا قرآن الدؤو بي ألساي حولك دين بديكو بي وعديك كله وعدي قتل سولول دفين الإراول إنا عالكا تقريم فردينتا رمضان لسا وهو قدما كاهي سمت كنواي سمع مسسوك تنفردينتا قرآن كرات مسسوك تنفردينتا قرآن الأخلاق سنك مسوسانم قرآن التامس سنك مسوسانم قرآن اليبي سنك مسوسانم وفردينتا معتوب كوي نمي هاي توحاق دي قرآن ينهي يعني إسلام اللي تامي تنفردينتا التعريف بالطريق الموصل إليه يلا فنسينام بياه ينجيته ممدقا أكاك بيانم الطريق الموصل إلى جنات الله وإلى رضوان الله وإلى الامتثال بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله إلتنم قرآن يلا بيمت قرشتونه كنما كاك بيانم قرآن يلا كاكواسم يادقونه كاكواسمونه قرآن كحانم فدينتا سيدو حيتو حاقدي قرآن قده اللي حيا بيان ما أعده الله لعباده من ثواب لمن أطاعه يلي إسوق له يا مرها رحته يا معاني ابن ايتينو كن كن نبا براي العبيل تهتا جنة وجنة هدى اللهم سفدهم كادو جيهن هكاك يوع نعمتهن أموتن اللي ورانهن النعمتا يلي أرحتهم اللي بريتاناه اللي تننا قرآن هكاك بيانم وعقاب اللي من عصاه كادو يلي حينيه يا مري يلي روبيهن فرموتا يلي يا بلا مفايه يا مره يلي دقالك رحتهن من اللي برتانم قرآن معتو بكوي دو عدي ما حفر دين تاها إسلام كني يمرك نكفر دين تما كل واحد يلزم نفسه بالواجبات واجبك تنيه تنيم الإسكاس في سم إس يبدم أبا مري يلا إلا شكر ريها ملكك راقم أبي واهي أمري يدم السوام إسن الدم السوسم فالحذر مما حذره مولاه الكريم يلا يحند لهي نباهي ربنا كواسيهن مكواسي نمتوك لك ورغب فيه فيما رغبه يلي فرسي سهن نيلي لسهن كبايه معانتي يلا ديونم ولهذا يحتاج قارئ القرآن قرآن يقريه النمو فرهي أن يتأمل كتاب الله يلي كتاب حب سنفر دين تنهرك يقريه وعدي أرمناك وربنا العدم هن يا حب سك كاد دمر السنكين ما أرغو أمتك يلي بيسين قومية اللي بيسين أكاه بيس سبب أنبياء حين وكينم قرآن حين وكينم أكاك بريتك في المواضع التي ترد فيها الأوامر والنواهي يلي نيد دمر سهن من اللي تماتار حلاي أمرك أقبيتك أي أكاك نيواسم اللي تنهتنا رحلاي كنم وهو بريتك وهو لسن نفسي لينجي حلين فردين تا ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد الصحابة إيمي إذا سمعت الله يلا توبكي يقول أرحي توبكي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا نان توبكي يلي نعسوا فرعها سمعك إسي ما با أكحوي يلي تمهيان توبكي أي تكحوي ككهي تابن فردين تدرد محبنا محاهاي فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه إما معانيكو الدمر سكسوغي وإما أمانيكو أكاكوا سكسوغي
معان الدم رسائوت ومنه منجو ومعنى هناك قواس منجو مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يوعدي ربي سبحانه وتعالى يا أي نهر اللي من مرو يلي فرد رمضان سين لبهنك يا ما ته رمضان ورمضان هي اللي نسوك سهو يلا كل حين نعتوبك كم من إخوان اللي سكته تنتوبك أو يا رمضان اللي عم بالي سب سكتك ما كنا نقدر ما كنا نقدره كي تتني سكنا كيلي عادي يلي نسوك سامه يلا كل حين توعد يلي نسوك سه معان الدب إنهم فردين تقادو وعدي يلي يا أيها الذين آمنوا سينك إياه وعدي عبد الله بن مسعود طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه يلي فرموتك تيسايك أكبر تينا يلي تمسينك إياه وعدي مسلمين أي أحيا أي تي أنك تنايتهن أي تقولها أي تي يا عيابهن أي تي عقلي عقلي رعي سان سرق حب أدتك كنا أي تي هو بيا يلا كسي واسم أدي أباه أدسين أمر سام لك تك كنا تككيه ومن كانت هذه صفته عند تلاوة القرآن هاي قرآن يخريها وعد يلا يكك يارجع يلا يلا فانسينم ديوسه عن قتاي كك يارجع هاي يلا جنة الكاو قله يا مرها راحت همي بريته حينه يا مرها يبدي دجالاي قرآن أخبرته أول القدر كوتك يكى إذا تخريو أو عند سماعه من غيره أخريو أمر سهدك يوبك ما كنا مري جوالات القرآن كبوك يا معتو بأصوات جميلة معي عندهم قلولات كل كليان بدل قد يتل هاي تحت التلفزيون قرآن هاي تا وخليتهم نا ما هاي تا قرآن إن كده اللي هن كده حار حكي برجوس الحكي تك سبحان الله عجيبك تني عدوه كده كوي سبتها قرآن الندارين فدين تا أويلو تلكو تككي كان القرآن له شفاء قرآن كوك ديلا دواء قرآن دواء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية تنبليه يا دالكاي كل أما يروك تنبليه تنك دايلاي اللي تهيا نهيان بياكك دايلا الأمراض المعنوية قسمانيا علماء إما شبهات وإما شهوات شبهاتها تقحتكي مما ينقص الإيمان ومما يضر القلب أو يمرض القلوب سرق حبر سنامك بياك تهتني مي إيمان سنامك تهين كسيميا شبهاتك كيانا شهواتك كيانا مايا من قمو في إرادة الإنسان وعمله بنازن تقطعما كيف فايدت بودده تنمي يلي فايدي أكل يلا بايمي أكل شيطان فراماي أكل كنبسي فراماي أكل كبارو همري فرامه تقح تحت وعدي أنت وحظك كنسي بكله أنت وعدي قدر به أمري السكت دهيته يلي كوك فرامة تامي تكيف أنت سعيد في الدنيا وفي الآخرة أخيرا يا الدنيا السعيد اكتنتو أما كنبسي فايدي القدك أما إذا ذهبت إلى رغبة الشيطان أو رغبة الخلان كتايسيسي كنبسي فايدي القدكي فأنت الخاسر أتو تاعدك ما يدوري تم خسارات فايدكي كنبسي فايدي كتايتكوي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيمي حفت الجنة بالمكاره جنته تقحتكي أنا بسي فدواهي نمتي مروه قحتهي كنبسي مفدا صلاة هيمات مفدا دينكو قتم مفدا تبليهن يلي هي بياب مفدا نعم الرابك ياب مفدا أيتي معانك أكتاب مفدا آه تيدي كي تما كون أبسي فدوا ما جنة إدم روحيني مكدتك أخردا لكن كون أبسي فدوا ما هاي حفت الجنة بالشهوات نبسي فايدتي مروح قحتي جهنم آن أبسي فايدك أدت قحتي كون أبسي فدها من كي جهنم حكوبي تامم ميا إيسا كرا عيسى إيه نبي عليه الصلاة والسلام تو عدي قرآن سرق حبدي أمانكي دواء نبسي فايده أماني إكي كادو دايلا القرآن دايلا هاي ستانكية فاستغنى بلا مال القرآن دايلا ليه النمو مال سنين قد دالي أكي محاهاي فإن الغنى غنى القلب نمه قد دلينك كيانا ما سرق حبدي قدك إني مسبتها معتو بكي قرآن حب سيه قرآن يفهمه النمو سرق حبدي قد دكاقيا الدنيا تنمهن مياريكي أبلوه أيتي أبه أن جنتاي أخيرا وارد بعيك إني ياريكي أكل فده كده راعي عمرك مايا وارين كنا مايا يا يسمتين من سبتها أسوق قدالي من أعظم الغنى غنى القلوب ينصرق حب بدي قدالينه يلك نهي حايم عتوبكم توعد يصرق حب بدي قدالينه لا تأتي هكذا متى ما تناف وإنما هي ثمرة من ثمرات تدبر وفهم القرآن قرآن يفهمينه قرآن التامتانه قرآن دحرسان ما أجيانه النعمة تاهين صرق حب بدي قدالينه تو قد دغينه القران فان غحنم فدينتا قراني كوي تهله النمو يلي قران الغداه النمو برايلو عز بلا عشيره هي
كدو سنم نبنو يكي كدو سنمي يكون ذا منعة وعزة وهيبة سهدها الدليلين هي المجتمع على رجل كريم معنم يكي كات أماني مبودة كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يمي من خاف الله يلق ميسته النموي يلق ميسته النم يلق ميسك في يانم حاي يلا أمر سيمت قدا يلا كواسيم كواسين تم تو معنى تليني أنه أخاف الله منه كل شيء كلم يلي كوك ميسي ساي يلي كلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ربي سبحانه وتعالى حديث القدسي يي ولي يتبوده أنه لنو حرب إعلنهم ماي إسي تاديقي يا حرب يدوداه ربي سبحانه وتعالى لا أحد لنكي تنقنو أو يجهنن تمه ضدهم هنا لأنه كاي حرب كن فيكون التكيم معتو بكوي توي سبتها من خاف الله يلق ميسيته النمو أخاف الله منه كل شيء كل مكاخ ميسيتا كاد غورتا ملائكة دغرو كاد غحتا بنازن كاي معاند معين كاهن معين كهبن وما نغدي كلمهان يلي كاد حرسامي سبتا أما ومن لم يخف الله يلق ميسيته النمو خاف من كل شيء كل مك ميسيتا أبي سيو تيلنا أليو تيلنا بابوريو لما تيلنا أما ليو غرعملنا يبدي ربلنا كل مشاكل كاخ من سنك حرس بتكن دائما لأنه ما يخاف الله يلق ما ميسيتا يلا بي ما بينا ويثبته دائما وسق سيم سيقبت لم يكليها كاخ ميسيتا حي أما يلا الدحيري حبيه يلا همري دحريسي همري يلي كن دحيرتي ينيهي توعدي وأنسى بما يستوحش منه غيره غير من اللي دبوه هين كلي سرقو حبدي دبوك يتكو عادي دبوك يتكو سهدا دبو اللي تكيه اللي ما يسي تهتم دبالي تهتم بارو لوسك ووغا مملي محاهاي لا يصيب قلبه الوحشة كي سرقو حبدا دبوكين كنه مقيا لأن عنده الأنس بكتاب الله عز وجل يلي كتاب لي من سبته ولا لكيوانه أينما كان وأينما حل اللي أن النانه كليم وسقوك الغيث رب تنا رب بارد واق سقطا نعته بكوي سعي واق سقى سهدا واق سقطا دا واق سقى حدي واق سقى رب ما توعد كما يلي كتاب اللي هني هي مريتنا إلا ننا كل توعدي ابن تيمية رحمه الله كاك سيسان ما حسب ترب في النهاية ما حسب تكاهني هني وعديك أو كتبك كينك حرسونه وانا يبدأ بني علمات بوديها وعدي كاك ليه يمي أرجوانا كها يك جنة يالي لكدت يني هي الدنيا جنة يلي قرآن الدت لي مسبته يك جنة يالي لكدت يني أنت يلا اللي تنكو تككي الدنيا فرين كوك تنكسيمه فأنت سعيد هو عدي معتوبك يلي قرآن فنا جحاسين نم فدين تدو عديكي وكان همه عند تلاوة القرآن للسورة إذا افتتحها أما قرآن التامته النمو قرآن فكان كيف فرد سورة تاي فكاي سواء كان بقرة فكاي در سورة تاي أر سورة فكاي فكها وعدي هدفه متى أتعظ أو متى أعقل خطاب الله يلي يلها به أيام ملع كسوي يلك ملع راعسي يلي يدمر سمحا يلك كيوا سمحا يانم هدفه لي ون أو أين نقول نحن أهداف ملي ولي ولم يكن هدفه أو مراده متى أخدم السورة السورة ملع قبك لي يانما هذا فهم لي قرآن الدمر سه قرآن الكسكسوك يا كريه النمو قرآن ملع سليو يانما مدعه ملي وإنما مراده متى أعقل عن الله يلي يلك ملع جيو يلي الله بيب متى أزدجر يلك كيوا سمك ما ساكوا سميو متى أعتبر ما ساكوا كسكسويو سهدا يلي بيسبارو يلا همري حنت ملي فين اتبارو سهدا كاد يلي سجى مري فدعه نطلع جدا يك جدا بارو لانك أن يلي اللي فرنا الملعق حيوه إياه يخريه أمرا محاها لأن تلاوة القرآن عبادة قرآن يخريه نمي مجرد تلاوة عبادة والتدبر حبسك يخريه نمي والتعقل كاد عبادة والعبادة لا تكون بغفلة حرك تنكتكمهن عبادة كما نعرف نبي عليه الصلاة والسلام صلاتك عشر لمرة نصف لمرة خمس سلس صلاتك ونال أما صلاة يا ابنك ونال يا عمريان حتى في يوم مريانك صلاة ضد أكلم يكسم مراهين محاي صلاة أجر كهتم كتب مسجد تماتي مسلمين يقدر أدى صلاة تمهن وهو ركيك تنيمي صلاة ضد له معنى لابتكك إيانا ما تكسك كسك اللي باهنان نهجدي حضور القلب سرق حبريكوك اللي حضور النان هكذا صلاة قوه قحتم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توي سبتها قرآن يخرين من عباداي عبادة لا تكون بغفلة قرعيك متكا بقراك إلى آخر سلطامها كود دم رسم تسي ولا الكنك
انجليزي بوك كنك عربي كتاب كنك تقرير قران كنك وني نميسي هاي ستي بتقرير ادي قوي تكي عمي ساي سلا هاي تكي عباده غرح تنتو غفلت غفلت تا متك هو سبتا غفل ما فدين تيا ايات كل كلي ايات اوامر لي نواهي لي قصص لي اخبار لي ليه تنداغي تي تك حبسك يا خرين فدين تا الفضيل بن عياد دعسيته تابعيتي رحمه الله يما انما انزل القران قران يلكه بسمي ليعمل به الا تامتان قدا فاتخذ الناس قراءته عملا سهد قرانك دبق قراءته تام هيسديني قران ادكن امر سمد متن قرانك كيف واسما ما كل هني قدر يلي واسما متن اخريه تام هيسديني قرانك هو بنتن هي يدبق قرآنك هو بم إخرية هاي توعدي إدكو أمر سيمت مسوطة أكاكو واسيني مكي واسين تقيدا إيهي بارك الله لي ولكم ونفعني به وإياكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يلي عظمت يلي يارجيه يمر يلي نابا يمعي توبكو يلي سيد أمر سيمت قرسيتا يلي كاكو واسيني مكواسي ما يمر يلي نابا ياي يوانك حسيني مقدق ياي وجزاكم الله خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.